صباح الخير مشاهدينا من جديد، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من كلام بيروت. الأمن مجددا على الحدود الشرقية وفي منطقة عرسال تحديدا يعود ليطرح الكثير من الأسئلة حول هذه الجبهة الموقوتة والأحزمة الناسفة الصادرة من مخيمات النازحين. فجر اليوم عمليات دهم للجيش اللبناني واستهداف الدوريات بعدد من الانتحاريين وأيضا القنابل، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى في صفوف عناصر الجيش. إرهاب من نوع آخر، السلاح المتفلت والرصاص الطائش ابتهاجا وفي كل مناسبة، وآخرها صدور نتائج لبروفي، وكأن الفرحة عند بعض اللبنانيين لا تكتمل إلا من دون رصاص وسقوط ضحايا أيضا. على المقلب الآخر، بحث في قانون الانتخابات وموعد إجراء الانتخابات وترقب لجلسة التشريع لجهة إمكانية إقرار سلسلة الرتب والرواتب، إلى جانب عدم وضوح الرؤية في ملف الكهرباء وعدد من الملفات المعيشية والاقتصادية. هذه المواضيع وغيرها نتابعها اليوم مع ضيفنا في الاستوديو مباشرة على الهواء، المحامي سعيد مالك الخبير الدستوري والقانوني. استاذ مالك، اهلا وسهلا فيك بكلام بيروت. صباح الخير استاذ سلمان لك وللمشاهدين. يعني مثل ما ذكرنا رح نبدا نحن وياك الحلقه اليوم من منطقه عرسال. نعم. عمليه استباقيه للجيش هي ليست الاولى، ولكن نعم. حصل اشتباكات واليوم كان رد باحزمه ناسفه للدوريات المداهمه. صحيح صحيح. لك من الثابت والاكيد استاذ سلمان، اولا في وجوب توجيه تحيه الى الجيش اللبناني للتضحيات التي يتقدمها مبدئيا في عرسال وعلى كامل الحدود وداخل حتى الحدود. يجب ان نتوقف عند امر اساسي استاذ سلمان. نعم. ان الامر لا يجب ان يستمر على هذا المنوال. الجيش اللبناني يقدم شهداء وجرحى، وفي كل مره يقدم هؤلاء الشهداء دون اي مقابل. ليس من المقبول أن يبقى الأمر على حاله، إن كان في عرسال أو إن كان عند الحدود الشرقية أو الحدود الشمالية. نعم. اليوم نتوجه بتحية إلى الجيش، ونتوجه بدعاء بالشفاء إلى مبدئيا الجرحى السبعة، جرحى الجيش اللبناني، ومبدئيا نقول أن الأمر بحاجة إلى حل جذري يوقف الاستنزاف، والذي مبدئيا الجيش يقدم كل يوم بعد يوم. هذا الأمر يتوجب أولا لا شك ضرورة أن يكون هناك عملية أمنية شاملة تشمل ليس فقط مخيم النور شرق عرسال، إنما كافة المخيمات والتي تواجد بها النازحين السوريون، لأنه مبدئيا ليس من المقبول أن يبقى الأمر ضمن هذا الإطار، ضمن هذا الاستنزاف اليومي. يجب أن يكون هناك عملية أمنية شاملة كاملة تعالج هذا الموضوع من جهة، ومن جهة أخرى هذا الأمر لا يمنع، لا بل أنه يفترض أن يتابع بقضية ضبط المخيمات على الحدود. نعم. وضمن إطار هذه المخيمات عندما تصبح على الحدود تحت سلطة الدولة وتحت رعاية الدولة، يمكن أن نصل إلى مكان معين نقول به أن الأمن ممكن أن يكون مبدئيا ممسوك وليس كما هو الأمر حاليا. اليوم إضافة إلى ذلك يجب أن نسعى، ويجب على وزارة الخارجية أن تعمل مع البعثات اللازمة من أجل موضوع المناطق الآمنة وإيجاد مبدئيا مناطق آمنة لعودة النازحين داخل الحدود السورية لعودة هؤلاء النازحين. استاذ مالك، تحدثت عن حسم هذه المعركة، أي يقوم لبنان بفتح هذه الجبهة وحسم المعركة؟ لا شك لدينا الحدود ولدينا نعم. المخيمات. نعم. ليس المعنى الحسم استاذ سلمان هو مبدئيا فتح النار على النازحين، بقدر ما هو ضبط الأمن داخل المخيمات. نعم. لأنه مبدئيا عندما نسمع الأخبار وأن هناك كانت عملية، هناك أربع جاهزين انتحاريين للتفجير انتحاريين، يعني بالتالي هناك أمن غير ممسوك داخل المخيمات. نعم. لا يمكن أن نبقي الأمر على حاله. يفترض هنا على الجيش اللبناني أن يقوم بعملية أمنية شاملة تشمل كافة أرجاء المخيمات من أجل ضبط الحدود ومن أجل ضبط الأمن، لأنه لا يجوز البقاء ضمن إطار كل يوم عملية استنزافية للجيش اللبناني شهداء أو جرحى. نعم. هذا أمر لا يجوز، لا يمكن أن نقبل به. اليوم لا يمكن لأي جيش في العالم
إن كان في الدول المحيطة أو أي جيش في العالم أن يقبل بذلك. نعم، ولكن هذا يتطلب قرار سياسي ويتطلب أنه فعلا أن تكون هناك يعني فتح جبهة إذا صح التعبير. مبدئيا يجب أن يكون هناك قرار سياسي، وهذه مسؤولية الحكومة اليوم. هل تقبل الحكومة أن يصبح الجيش مبدئيا على مرمى من الإرهابيين ضمن إطار عمليات إرهابية انغماسية؟ هذا أمر غير مقبول. يعني بالتالي يجب على الحكومة أن تتخذ قرار بمعالجة هذا الموضوع بشكل حاسم وجازم، بشكل ممكن أن يعطي الجيش دوره لفرض الأمن. الإمكانيات العسكرية لدى الجيش كافية برأيك؟ الإمكانيات العسكرية جاهزة وكافية، ولكن ما ينقص الوضع هو القرار السياسي. كان في كلام لحزب الله أنه كان في تحضير لإنهاء المعركة أو حسم المعركة على الحدود بالتنسيق مع دور الجيش. الحكومة. نعم. هذا دور الحكومة ودور الجيش اللبناني وليس دور حزب الله أو غير حزب الله. هلأ اليوم يقتضي اتخاذ القرار في مجلس الوزراء بإنهاء هذا الوضع الشاذ. نعم. موضوع المخيمات موضوع لا يجب أن يسكت عنه كليا ومطلقا. يجب أن يصار إلى حل هذا الموضوع بشكل جذري ونهائي، ولوضع حد للاستنزاف الحاصل والذي يحصل يوميا. نتحدث عن عرسال وما قيل في السنوات الماضية عن عرسال، وأثبتت عرسال أنه الوقوف إلى جانب الجيش، ولكن انتشار المخيمات وكثرة من يدخل ويخرج لهذه المخيمات هذه أيضا تتطلب إدارة مختلفة. نعم. لك أستاذ سلمان، قيل الكثير عن عرسال، ولكن ثبت وبالشكل الضاحض على أنه أهل عرسال مؤيدين للجيش اللبناني وللدولة اللبنانية، وبالتالي قلوبهم مع الجيش اللبناني. نعم. ولكن لا حول لهم ولا قوة مع وجود مغلوب على أمرهم مع نعم. وجود هذه المخيمات المتكاثرة والمتناثرة ضمن أرجاء بلدة عرسال وضمن حدودها وضمن جرودها. اليوم من الثابت والأكيد لا يجب علينا بأي شكل من الأشكال أن نراهن إلا على لحمة أهل عرسال مع الجيش اللبناني، وهناك لحمة كاملة بين أهل عرسال وما بين الجيش اللبناني، ينقص فقط لا أكثر ولا أقل القرار السياسي من أجل اتخاذه، من أجل تنظيف ما يسمى المخيمات، ومن أجل إعادة الأمن إلى المخيمات، ولوقف الهدر ضمن إطار دماء الجيش اللبناني على أبواب هذه المخيمات. ذكرت موضوع المناطق الأمنة وكيف لبنان بيقدر عبر وزارة الخارجية التنسيق بهذا الإطار. كان في عدد هناك من العائلات بدأوا نعم. بالعودة، ولكن نعم. هي رمزية الخطوة كانت. الموضوع سلمان اليوم حتى موضوع على نار حامية على صعيد الإقليمي، يعني نعم. اليوم هناك مفاوضات روسية أمريكية حول هذا الموضوع. يقتضي اليوم العمل على إعادة هؤلاء النازحين أو الجزء الأكبر منهم إلى مناطق آمنة داخل الحدود السورية. هناك مناطق آمنة في سوريا، يعني بالتالي بالاستطاعة إعادة هذا الجزء إلى الداخل السوري من أجل أقله رفع العبء عن لبنان. نعم. يا أستاذ سلمان، الموضوع ليس فقط موضوع أمني أو موضوع إذا عم نحكي عرسال موضوع أمني على اجتماع، ولكن كمخيمات أو كانتشار كانتشار سوري. الانتشار النازحين السوريين اليوم هذا عبء كبير ورزح كبير مبدئيا. اللبناني يدفع ثمنه إن كان اقتصاديا أو اجتماعيا أو على صعيد لقمة عيشه. هذا أمر لا يمكن أن يسكت عنه. هل يمكن أن نتخيل أستاذ سلمان اليوم لبنان البلد الذي لا تتعدى مبدئيا سكانه، يتعدى سكانه 3 مليون نسمة يوازيهم وجود سوري مبدئيا بنفس النسبة؟ هذا أمر لا يجوز. وبالتالي التقارير التي تتكلم عن الولادات والولادات المضاعفة اللي جاية كمان للنزوح السوري أكثر من الولادات اللبنانية، بالتالي أين نحن ذاهبون؟ يجب وضع حد لهذا الأمر. الرئيس الحريري كان رفع الصوت خلال أكثر من مؤتمر ومساعدة لبنان وتقديم هذه، ولكن لدينا خطة نحن لتقبل هذه المساعدات لتنظيم موضوع اللاجئين؟ موضوع المساعدات سلمان ليس كافيا من أجل حل هذه الأزمة. هذه الأزمة بحاجة مبدئيا إلى خطوات، وخطوات مبدئيا بحاجة إلى قرار سياسي. أول هذه الخطوات هي موضوع ضبط المخيمات ووضع مخيمات ضمن إطار استحداثها على الحدود بشكل مضبوط عن جديد من أول وجديد، إعادة تنظيمه، حصر مبدئيا وإعادة تنظيم المخيمات على الحدود نعم. الشرقية
ضمن إطار إدارة أمنية من قبل الجيش اللبناني حتى يصار إلى ضبط الوضع الأمني المتفلت. هذا كان يجب أن يحصل لدى مثل ما صار في الأردن وتركيا. ولكن اليوم هذه الخطوة يمكن أن نبادر على القيام بها بانتظار الحل النهائي وإيجاد المناطق الآمنة من أجل إعادة ترحيل السوريين إليها. على كل حال بموضوع المناطق الأمنية، أن أبو وليد جنبلاط كان زار موسكو وتحدث أيضا مع المسؤولين حول أنه موضوع اللاجئين وإمكانية العودة إلى هذه المناطق التي طرعها روسيا. أمر لابد منه أستاذ سلمان. اليوم بقاء النازحين السوريين مبدئيا في لبنان بهذا الشكل ضمن إطار ليس فقط في عرسال وضمن إطار على صعيد كامل الأراضي اللبنانية، هذا أمر مبدئيا لا يجوز أن يبقى الأمر على حاله بهذا الشكل. نعم. يقتضي إيجاد حل. نعم. هو الآن الدولة إذا بدنا نقول يعني تتشعب المواضيع، هو في كثير من الأولويات، لأنه موضوع النازحين حتى يتحمل لبنان هذا العبء وهو أكبر يعني من أنه يقوم بهذه الخطة اليوم. نعم. الموضوع بحاجة أولا وآخرا إلى قرار سياسي. أستاذ سلمان، اليوم أن نبقي الأمر على حاله أمر مستحيل. هذا الوقع الاستنزافي الذي مبدئيا نعاني منه هذا أمر مستحيل. نعم. بقاء الجيش اللبناني ينظر إلى المخيمات ويدرك على أن في داخل هذه المخيمات في أي وقت دون أن يستطيع من جلب أو قصاص أو ضمن الإمكانية مبدئيا مداهمتهم، هذا أمر لا يجوز. يقوم بمداهمات، عمليات استباقية بين الفترة وأخرى، ولكن هذه عمليات استباقية ولكن لا تغني عن الحل النهائي. يجب مبدئيا الذهاب إلى عملية أمنية شاملة ضمن إطار مخيمات جرود عرسال من أجل تنظيف هذه المخيمات. نحن لسنا ضد النازحين، ولكن نحن ضد الإرهابيين الذين هم داخل هذه المخيمات. نحن وياك أستاذ مالك رح ننتقل مجددا إلى منطقة بعلبك الهرمل. معنا اتصال هاتفي مع رئيس حركة قرار بعلبك الهرمل الأستاذ علي صبري حمادي. أستاذ حمادي صباح الخير. صباح الخير لك ولضيفك. إلى جانب الموضوع الميداني والاشتباكات التي حصلت، قراءة وهي ليست المرة الأولى بما يقوم به الجيش، ولكن عدد الانتحاريين اليوم والاشتباك مع الجيش اللبناني، ماذا تقول؟ يعني أول شيء بعد حرب النجاح بالبريفي امبارية بعد الظهر، اليوم الصبح طلعتنا الحرب على الإرهاب بعرسال. أول شيء بحب أكد على موضوع أهالي عرسال والمخيمات المتواجدة حواليهم. دائما الكلام عن الإرهاب بمنطقة عرسال، ونأكد أنه أهالي عرسال هن براء من الإرهاب اللي حواليهم، لكن دفعوا ثمن بياستهم للأعداد الهائلة من اللاجئين حواليهم، اللي مع الأسف تحول لبؤرة. وهون بحب أكد أنه هاي بؤرة متحركة وليست جامدة، بمعنى أنه الناس الموجودين بالمخيمات مش ناس هني موجودين ما بيطلعوا وبينزلوا، لا، في ناس عم تخرج وبترجع بتفوت على الأراضي السورية وبترجع، وهذه أكيد اللي عم بتشكل مشكلة كبيرة من ناحية الإرهابيين اللي عم بتسللوا للمخيم. ضيفنا أستاذ مالك تحدث عن ضرورة حسم هذا الموضوع. الحسم ما بعرف قديش واقعي الموضوع، لأنه نحن نعرف من منطقة الألمون اللي هو جرود أرسال جزء منها عسكريا سقطت من أكثر من سنة من الميلة السورية عن طريق النظام ومن الميلة اللبنانية عن طريق حزب الله. وسؤال يسأل هون، إذا كان صحيح سقطت عسكريا، ليش بعد التواجد الإرهابي الكثيف؟ بحب ألفت انتباهك، هذه مش هيك حلقة بس صارت اللي صار اليوم الصبح، هذه حلقة متسلسلة، يعني من كل يومين أو ثلاثة أو شهر، حتى من شهرين صار عملية نوعية على راس بعلبك، وكما شو 9 إرهابيين كانوا بصدد القيام بعملية. فليش عم بيضلوا هذا الموضوع فلتين هيك، وليش ما عم ينحسن عسكريا؟ سؤال يسأل أول شيء بالسياسي، لأنه كمان ما بدنا نحمل الجيش اللبناني أكثر من طاقته. طبعا احنا لا ننسى حدود أزمة بسوريا، اليوم صارت أزمة دولية بامتياز، يعني حتى الأمريكان والروس داخلين فيها. فمعنا عم بيصير في اتفاقيات بكل الأماكن، يعني بلفت انتباهك كمان، يعني حتى الإرهابيين كانوا موجودين بكل المناطق السورية، وقت عم يخرجوا باتفاقيات سياسية بينهم والأفريقاء الأخرى.
وفي كان محاولة مؤخرا يعني من حوالي شهر لا كمان يعملوا نوع من هالترانسفير كمان من مناطقنا لغير مناطق، ما بعرف وين وصلت وبشو اصطدمت، بس مثل ما عم بقول لك هذا بالسياسة المفروض ينحل أكثر ما بالعسكر، لأنه واضح إنه في حاجز عم يمنع القيام عسكريا بهذا الموضوع. وبالسياسة إمكانية يعني اللاجئين تنظيم وجودهم وحتى دخولهم إلى المناطق الأمنة في سوريا؟ يعني انت عم تحكي عن جرد موجودين في المخيمات عرضه حوالي 20 كيلومتر من مثلا من بلدة عرسال للحدود اللبنانية بجرود 20 كيلومتر بدون ما تفوت بالجرود السورية، فعم تحكي عن منطقة واسعة جدا. ما بدنا نكون منطقيين وواقعيين، مش بس الجيش اللبناني حتى اكبر جيوش العالم ما قادرة مزبوط تضبطها وتمنع الاختراقات اللي صح. يعني خلينا معلش نعطي النوي هون، مش انه والله عم نحكي كلام، الجهود اللي عم بتقوم فيه القوى الامنيه عنا ومخابرات الجيش بالفعل تعجز عنه معظم الجيوش اللي هن عم بيحمونا استباقيا، وهي اهم شيء انه دائما عم بتصير الحمايه استباقيا من هالاعمال هيدي، وعم مع الاسف عم مثل اليوم بس عم بيدفعوا ثمن راح سبع جرحى او ثمان جرحى، نتمنى لهم الشفاء العاجل. اكيد شكرا لك رئيس حركة قرار بعلبك الهرملي الأستاذ علي صبر حمادي على هذه المداخلة، ومن ضمن صوتنا لصوت الأستاذ علي طبعا تحية للجيش اللبناني وشفاء للجرحى. أستاذ مالك نحن وياك رح نتابع هذه الحلقة وندخل إلى مواضيعنا الداخلية الأمنية وغير الأمنية السياسية بعد التوقف لاستراحة أولى، ابقوا معنا مشاهدينا.